مصر مقاصة زي ما قلت لكم عمل مباراة كبيرة في الشوط الثاني. صحيح الإسماعيلي النهارده كان عنده إصرار كبير جدا ويحقق الفوز، يحقق أول فوز ليه، وده كان مصعب مهمة مصر المقاصة عشان ظروف الإسماعيلي دي تخليه كروح وكحماس ممكن تبقى أعلى شوية. لكن مصر المقاصة لما تخسر 2-0 في الشوط الأول ممكن تيأس، ممكن ما تأديش بشكل كويس في الشوط الثاني، ممكن أمورك تتأزم في الشوط الثاني، ولكن قدر بسرعة بسرعة المقاصة يلم نفسه في الشوط الثاني ويعمل تعادل. معناه ايه؟ انه من بدايه الشوط الثاني مصر المقاصه يلم نفسه ويتعادل، معناه ان المدير الفني في اوضه اللبس بين الشوطين قال كلام مهم. يا كابتن تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصه، هنيك على التعادل النهارده، واول سؤال ليا هو انت قلت ايه بين الشوطين عشان الاداء يتغير كده؟ كابتن كريم، اولا شرف ليا طبعا ان انا موجود مع حضرتك، ومتشكر جدا على الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده في حقنا، والحمد لله رب العالمين على النقطه بتاعت النهارده. طبعا اكيد يعني طبعا ما اتكلمناش كتير والله يا كابتن كريم. الشوط الاولاني انا بس قبل الشوطين انا وضحت لهم بس صوره كامله وهديتهم جدا، وقلت لهم احنا مركزين تركيز عالي جدا من كتر التركيز بتاعنا، فعندنا شويه اخطاء شويه فرديه، في دقيقتين اديناها لهم النهارده بجولين، الكورتين كانوا معانا اللي دخلوا فينا واتقطعوا مننا وراحوا من جوال. فطبعا يعني دقيقتين ما كانش تفاصيل في المباراه كبيره زي دي ما كناش مستحملينهم، لكن نهدى ونركز وغيرنا شكل اللعب تماما، لان ده كان السيناريو اللي احنا كنا حاطينه من قبل الماتش، ان احنا نشتغل الشوط الاولاني بشكل لعب والشوط الثاني بشكل تاني، وغيرنا شكل اللعب تماما، حتى غيرناه من قبل ما الشوط يخلص كمان، واخد بالك، عشان اللعيبه بس تكمل تسخينها هو المباراه وتحقق احساس الجيم كمان، وينزلوا الشوط الثاني ما ياخدوش وقت، عشان البدايه اول 15 دقيقه كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا اول 15 دقيقه، وانا قلت لهم كده بالتحديد اول 15 دقيقه مهمين جدا ان احنا نسجل فيهم هدف، لكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وسجلنا هدفين كمان مش هدف واحد يعني الحمد طيب لله. واضح جدا ان انت كنت مقسم المباراه، بس واضح ان تقسيمه الشوط الاول ما مشيتش زي ما انت عايز. حقيقي كلام سليم مليون في المية. ايه اللي حصل؟ سليم مليون في المية ان احنا كنا الشوط الاولاني كنا بنشتغل 5-3-2، كنا مخلين دايما في الودين 2-2 فوق، واخد بالك، وكنا سايبين الباكين يستلموا في نص ملعبنا يعني يجوا علينا شويه كمان عشان نضغط ونبدا نشتغل في ظهرهم كريم عرفات ومصطفى صاصا الناحيه الثانيه يعني. لكن كان في لخبطه شويه في الترحيل، كان في لخبطه شويه في الضغط، كان في لخبطه شويه في المساحه اللي كنا بنضغط فيها، فكنا متعطلين شويه وما كناش شغالين بصوره كبيره يعني. زائد بقول لك ثاني يا كابتن كريم، الهدفين خلي بالك الهدفين لو رجعتهم ثاني يعني هم ما جوش فينا، احنا اللي جبناهم في نفسنا يعني، واخد بالك يعني. الكوره بتاعت مجدي اللي قدامك دي بدلك فيها طبعا، وحراس العالم كلهم بيغلطوا فيها ما عنديش مشكله فيها، والكوره الاولانيه كانت مع هشام واتقطعت من هشام ودخل الجول، يعني مش لعب جوه الجيم يعني، قصدي اقول يعني. صح، لكن تداركنا الكلام ده بسرعه والحمد لله رب العالمين، الجدار اللي كنا حاطينه قدامنا ننجح فيه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما هو توفيق ربنا بقى كمان ظاهر جدا في ركلتي جزاء الاسماعيلي اللي ضاعوا كمان يا كابتن تامر. والله يا كابتن كريم مش عايز اقف عندهم كتير لانهم مزعلني جدا بصراحه، ضربتين دول اللي انا بصراحه مش يعني مش عايز اتكلم عليهم خالص يعني، حكامنا بنثق فيهم جدا وحكامنا حكام كبار جدا، لكن انا مش عايز اقف عندهم بصراحه ومش عايز اتكلم عليهم يعني. مش قادر يعني. ما الرساله وصلت خلاص يعني، انت مش عاجبينك يعني، ما كنتش مقتنع بيها. لا ما بصراحه. طب حتى لما شفت الاعداد يا كابتن تامر؟ والله حتى لما شفت الاعداد يا كابتن. يعني انا افهم وانت في الملعب ممكن تبقى متنرفز ومتضايق، لك لما تشوف الاعداد ممكن امور تختلف. هي في الملعب باينه قوي يا كابتن، وصدقني في الاعداد كمان باينه جدا يعني. وجهه نظري انا، وجهه نظري الشخصيه طبعا، حكامنا حكام كبار واجلاء، واحنا بنجلهم جدا وبنحترمهم جدا ونقدرهم جدا، لكن انا من وجهه نظري انا مش حكم، بس من وجهه نظري انا ان الضربتين جزاء ما فهمش حاجه. كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله بعد التعادل اليوم مع الاسماعيلي ايجابيا 2-2.